هذا الرجال كان مركب كاميرا بسيارته، وما توقع يوم من الايام هذه الكاميرا راح تلقط موقف لا يصدق. لقطه لو ما تصورت كان ما حد بيصدقه. سبحان الله اللي كتب لهم عمر. لو العسكري صادم صاحب السيارة بنسبة 99% راح يصير بالموضوع وفاة، راح يصير وفاة لأحد الطرفين. العسكري كان يمشي بسرعة جنونية، موقف لا أعلم كيف نجوا منه. طيب هذا هو المقطع معنا من لقطات لو ما تسجلت مستحيل تصدقه. أعطن لايك واكتب بالتعليقات وش أقوى موقف صار لك ما كنت تحسب إنك راح تنجو منه. الحمد لله على سلامتك إنك كنت حي وشفت هذا المقطع. خذ من هذا الفيديو العظة. ثانيا، هذا الرجال يصور واحد قدامه جالس يفحر، واللي جالس يصور ماخذ وضعية الأمان، يعني مبعد عنه شوي، خلي بينه وبينه مسافة. ما توقع أبدا راح يصير اللي صار. شوف شلون سبحان الله نجا هذا الشخص. لا إله إلا الله، شيء عجيب. شكرا بتنكس معي الحين. أنا مدار فاشين. رغم انه ماسك الجوال وغير كذا جالس يصور ومركز مع اللي قدامه يفحط. صعب 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 احد ينجو من هذا الموقف، الا ان هذا الرجل قدر يتدارك هذا الموضوع، لكن باخر ثانيه اللي ما كان يتوقعه، او وراه احد يدعي له. لكن اشوى بالنهايه الرجال خذ الوضع بروح رياضيه ودار انه غلطان وجلس يضحك. دائما نسمع ابعد عن الشر وغني له. طبعا الان راح نتاكد وش معنى هذه. هذا الشخص لا اعلم كيف نجا من هذا الموقف، رغم انه ما له دخل بالشر لكنه بس اكتر، لكن بغى يشمله الشر. الله يكفينا ويكفيكم كل شر. العن امك ابن الكلب. الغلط على اللي جالس يصور، لان هذاك جالس يهرب، يعني هدفه بمخه انه يهرب باي ثمن يكون، فمستحيل انه راح يحسب لك حساب يلي جالس تصور. لكن الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة سيارتك. طبعا الانترا وكامري جالسين يتسابقون على الدائري، لكن صار لها موقف مستحيل ينسونه الى الابد، موقف مرعب جدا على سرعة عالية، يعني اي شيء وفاة. خلوكم مع الفيديو. طبعا راعي الكامري صك عليه اللي قدامه وما كان عنده الخيار الا انه يلف يسار. راعي الكامري بيسلم باي ثمن، لكن ما كان بالحسبان ان على يساره اصدقائه يمكن يسبب لهم وفاة، لكن نقول الحمد لله على سلامتهم وان شاء الله بس بالباب وان شاء الله انهم يسلموا. ابو محمد السبيعي، كادت ان تكون اخر لحظه له بهذه الحياه، او ممكن انه الان يتعالج، او ممكن انه يندف على العربيه، نسال الله العافيه. لكن اشوى الله سلمه، كان يفحط على سياره ابوه لكن ما توقع ان راح يصير له كذا. خلينا نشوف ايش صار له. تبعيط ابو محمد السبيعي، عايز الله يعزك ابو محمد. عايز صورك عدت صورك ما هو انت صورك صورك عايز اهزك عايز العن امك. والله يا غدرة السيارة كانت مرعبة جدا، درجة الى حد الان ما ادري كيف سلموا لهذه الغدرة. به قلبه 100%، لكن الله سلمهم سبحانه. طيب اكتب بالتعليقات وش اشهد موقف مر عليك بحياتك، ما كنت تتوقع انك راح تكون حي من بعد هذا الموقف اللي صار لك. اكتب لي بالتعليقات موقفه. هذا كان مقطع اليوم، لا تنسى تشارك هذا الفيديو لاي جروب عندك بالواتس مثل شباب استراحة او شباب بلايستيشن، منها انا استفيد ومنهم يستفيدون يشوفون المقطع للعظة والعبر. يلا مع السلامة وبالتوفيق. Always talking shit, still giving facts and did the opposite. Just being young and stupid.